في العادي اصلا بتستخدمي اوبشن اير بلاين مود دوت بره الطياره؟ تقفلي موبايلك عشان محدش يكلمك؟ لا مش بعمل كده. بجد؟ ما بتفصلي ازاي؟ عايز ما بردش اصلا. ماشي صباح الفل. اوكي اطول عدد ساعات نمتيها كانوا كام؟ لا عادي انا بنام بال 12 ولا 14 ساعه عادي. 14 ساعه اوكي. لما بتعيني من ازمه عاطفيه بتقصي شعرك ولا بتصبغيه؟ لا عمري ما سبقت بس ممكن اكون قصيت. سؤال سريع جدا، السؤال ده هساله لك لو جبتيه 3 ثواني مش هنزلك. اوكي. فيلمين حلوين جدا معروضين عليكي، واحد مع احمد مالك والتاني مع خالد انور، المفروض تختاري فيلم واحد بس، تختاري مين؟ اوكي طب يا سلمى الثلاث ثواني خلصوا، فاشوفك بقى ان شاء الله على خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلمى يلا قولي لي عيد ميلاد ناديه بنت اختك انت. عيد ميلاد ناديه بنت اختي. يا لهوي ده سؤال صعب قوي. فكري بسرعه. هي شهر 9 19 9 او 18 9 19 9. برافو احنا كنا عارفين التاريخ. وانت تعرفي كنت بتفكري في ايه؟ ما فكرتش في حاجه، كنت مستمتعه بالمنظر من فوق. كان شاغل تفكيرك تخلصي امتى ولا كنت لا انا كنت بقول لها عايزه اطلع تاني واعمل كده، يعني كل فتره اعمل كده لان المنظر فوق بتشوف كل المنظر ده من فوق باكمله والهواء نقي بشكل مش عادي. طيب قولي رساله بسرعه لاي حد من صحابك يجي يجرب سكاي دايفنج هنا في شلالات الفيوم. يا جماعه لازم تجربوا سكاي دايفنج. كل واي حد يفكر يطلع من صحابي خدوني معاكم عشان عايزه اعمل كده تاني. نجوم السماء.